ذات يوم وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة، إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحباً. مرحباً أستاذ ثعلوب، أنا الملك سب. أهلاً مولاي، كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالاً. شكراً لك، سأكون في انتظارك. حسناً، إلى اللقاء. على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب، أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلاً لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحداً جديداً؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقاً؟ شكراً أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن... أوه لا، ليس هذه الكلمة. عفواً، أمهلني بضع دقائق. أوه حسناً، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعاً، فهو عزيز علي جداً. لا تقلق، سيبدو جديداً. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل. جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا، أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب، لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه. فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض.
بدأ اليوم بداية جميلة، فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية، والجو رطب والمنظر بديع، مما يجعلك تود الركض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم. لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار، مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس. يا لهذا الضباب الذي يكسو الغابة اليوم، إنها ظاهرة غريبة تجتاح الغابة في الآونة الأخيرة. أرجو أن يكون كل شيء بخير، علي الذهاب إلى المنزل حالاً. هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد، وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية. أها، السيد سلطان، سأقوم بالاتصال به، فربما يستطيع إخباري بما يحدث. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان. ولكنه لم يجد أي رد. ربما ليس بمنزله، سأحاول محادثته عبر اللاسلكي. وعندما بدأ بالبحث عن جهازه، إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة. ها؟ كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه. كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة. من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات، ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع، وكان اليوم يمر بمشكلة. السيد جواد، يا للمفاجأة، لم أتوقع أنه أنت أبداً. كيف حالك؟ تفضل. شكراً أستاذ ثعلوب، أنا لا أريد أن أضيع أي وقت، فأنا دقيق في وقتي وأعمالي. بالطبع، هل أحضر؟ لا وقت لدي، فقد أردت مشورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب. اجلس من فضلك، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حسناً، تريت قليلاً، وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب. قصة طويلة، ستستغرق وقتاً، ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأي طريقة. حسناً، أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق، استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة. باختصار شديد، المفترض أن هذا المنجم به ذهب، ولكنني عندما بدأت بالتنقيب، لم أعثر إلا على حفنة من التراب. كان شعوراً سيئاً جداً، لقد خاب ظني، وأحسست أنني أخطأت بهذه الصفقة. ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً، المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل. ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة، سآتي بشيء يساعدنا. أأنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم، أشكرك أستاذ ثعلوب، أرجو منك أن تسرع، أنت تعلم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. نعم، أمهلني دقيقتين فقط. كثير أستاذ ثعلوب. دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال، ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادن، وبالفعل وجدها، فعاد من فوره إلى منزله، حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد. أستاذ ثعلوب، لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة، سنعقد صفقة، وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير، فأنت تعلم أن الوقت كالسيف. فهمت سيد جواد، ولكننا هكذا نضيع وقتاً أكثر، أليس كذلك؟ بلى، هيا بنا إلى سيارتي. حسناً. كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئاً فشيئاً، وأصبحت الرؤية مقبولة، وعندما وصل كانت المفاجأة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. في إحدى ليالي الربيع المقمرة، وبينما كان الأستاذ ثعلوب مسترخياً يحتسي شرابه المفضل في شرفته، إذا به يسمع صوت هاتف المنزل. ترى من الذي يتصل في ذلك الوقت؟ مرحباً، من معي؟ أستاذ ثعلوب، أنا سبع. الملك سبع؟ أهلاً وسهلاً بك. أستاذ ثعلوب،
هل لك أن تزورني في الصباح الباكر لأقص عليك أمراً ما؟ بالطبع سأكون هناك. وبعدما أغلق الأستاذ ثعلوب الهاتف اتجه لفراشه حتى يخلد للنوم مبكراً، لأنه لم يرد أن يفوت موعده مع الملك. في صباح اليوم التالي استيقظ الأستاذ ثعلوب ودخل ليأخذ حماماً منعشاً. بعدها ارتدى ملابسه مستعداً لموعده مع الملك سبع. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب، هل أدخله؟ بالتأكيد، أدخله في الحال. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير سيدي، هل تأخرت عليك؟ لا لا، أنت دائما في الموعد. كيف حالك أستاذ ثعلوب؟ أنا بخير، وكيف حال الصغير شبول؟ إنه بخير، فكما تعرف شبول شقي جداً ولا يكف عن الهرولة هنا وهناك، ولكن بفضل سوارك نستطيع أن نصل له بسهولة. أشكرك على صريعك الطيب. على الرحب والسعة، هل أخبرتني ما الأمر الذي يقلقك؟ كما تعلم، فقد ازداد عدد سكان غابتنا مؤخراً. بالتأكيد، لقد ازداد عددهم كثيراً. نعم، ولكنني لا أستطيع أن أصل إليهم جميعاً للاجتماع بهم. لهذا طلبت منك المساعدة، أريدك أن تجد حلاً لأجمع كل حيوانات الغابة في نفس الوقت. دعني أفكر، سأحتاج لبعض الوقت. لك ذلك أستاذ ثعلوب، ولكن أرجوك لا تتأخر في الرد علي. لا تقلق جلالتك، في الغد سوف أعود لك بالحل. خرج الأستاذ ثعلوب ثم صعد إلى سيارته وهو يفكر كيف يحل مشكلة الملك سبع، فكل ما واجهه من قبل لا يعد شيئاً أمام هذا التحدي الصعب. الأمر أصعب مما تخيلت، علي أن آخذ قسطاً من الراحة. عاد الأستاذ ثعلوب لمنزله وجلس على أريكته المريحة، فقد اكتفى بهذا القدر من التفكير في حل المشكلة. وبينما كان يشاهد التلفاز إذ فجأة وجدتها! اتجه الأستاذ ثعلوب سريعاً إلى ورشته وقام بتصميم جهاز جديد أنيق. أخذه وصعد إلى سيارته وانطلق فوراً إلى بيت الملك سبع. أستاذ ثعلوب، اعتقدت أنك ستأتي غداً، هل وجدت حلاً لمشكلتي؟ أجل، هذا الجهاز به حل مشكلتك. هذا رائع، ولكن ما هذا الشيء؟ هذا مكبر صوت، صنعته خصيصاً لأجلك، كلما أردت أن تجتمع بالحيوانات عليك أن تزأر خلاله. أستاذ ثعلوب، أنت عبقري. ولكن خذ حذرك، فصوته قوي وقد يتسبب في ذعر من بالجوار. بالتأكيد، أنا عاجز عن شكرك أستاذ ثعلوب، لن أنسى لك صنيعك هذا. هذا من دواعي سروري.
اللقاء أستاذ ثعلوب. وهكذا غادر الأستاذ ثعلوب وقاد سيارته عائدا إلى منزله منشرح الصدر، تبدو عليه الراحة والهدوء. يوما ما كان النسر العظيم هيثم يطير إلى عشه، كل ما أراده حينها هو الراحة، ولكنه لم يقوى على الوصول، فقد شعر بالبرد والتعب الشديد. يبدو أنه قد أصبح نسراً مسناً، لذا قرر الذهاب للأستاذ ثعلوب. أهلاً سيد هيثم، تبدو متعباً، تفضل أرجوك. شكراً أستاذ ثعلوب. حسناً أخبرني، كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، لقد عشت أياماً مليئة بالازدهار والرخاء، ولكنني صرت كهلاً ومتعباً، ولا أستطيع العيش وحيداً هناك في هذا الطقس البارد. وأين تعيش سيد هيثم؟ على قمة الجبل. فهمت، الرياح قوية هناك، يبدو أنك تصاب بالبرد كثيراً. كلا، لم أعتد أن أمرض، لكن ذلك كان في الماضي، أما الآن صرت ضعيفاً، لست كما كنت سابقاً، كما أنني وحيداً هناك بالأعلى، لا يوجد أحداً يتحدث إلي أو يساعدني في التماثل للشفاء إن مرضت. ولم لا تأتي وتعيش معنا في الغابة؟ لقد بحثت كثيراً، لكنني لم أعثر على المكان المناسب لعش الكبير، ولا أقوى على بناء عش جديد، كما لا أستطيع السكن في بيت أحدهم. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر، ما الذي يمكنه فعله لمساعدة صديقه القديم؟ وجدتها، سوف نبني بيتاً جديداً، لا تقلق. سريعاً جمع الأستاذ ثعلوب أدواته وقفز في سيارته متجهاً إلى وسط الغابة. توقف أمام شجرة بدت قديمة وراسخة في منتصف الغابة، حيث تعيش العديد من الحيوانات. مكان رائع أستاذ ثعلوب. انتظر لترى ما خططت لأجلك. أسند الأستاذ ثعلوب السلم على الشجرة وبدأ في عد الخطوات لأعلى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. وعندما وصل إلى الأعلى فتح حقيبته وأخرج ألواحاً خشبية، ثم قام بتركيبها معاً. والآن أحتاج لبعض المسامير وسيكون كل شيء في أفضل حال. شارفنا على الانتهاء سيد هيثم. لا أطيق الانتظار أكثر أستاذ ثعلوب. يا إلهي، يا له من بيت رائع. إنه بيتك الآن سيد هيثم. هذا بيتي؟ لا أصدق عيني. أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب صديقي. دخل النسر هيثم منزله الجديد، وكان يومه بمثابة العيد. كانت فكرة سديدة للأستاذ ثعلوب الذي طالما ساعد الغير وأسعد القلوب. في يوم من أيام الربيع، حيث الطقس البديع، نام الأستاذ ثعلوب في هدوء خاليا ذهنه من كل المواضيع. لم يوقظه إلا صوت العصافير، فغادر من فوره السرير وفتح خزانة ملابسه الأنيقة، مخرجاً قميصه وربطة العنق الدقيقة. وبعد ذلك احتسى مشروبه الفريد، ثم طالع الجريدة ليعرف الجديد،
وما إن انتهى حتى ركب سيارته وغادر إلى مكان بعيد. في هذه الأثناء كان الصغير ميمون يقود دراجته في الغابة. كان ميمون مستمتعاً بشدة، لكن فجأة انزلقت الدراجة ووقع ميمون من عليها. ميمون يا صغيري، هل أنت بخير؟ أنا آتٍ. نعم، ولكن الدراجة ليست بخير. يبدو أن هناك مشكلة في إطار الدراجة. لا تقلق عزيزي، سوف أصلحه لك. ميمون، فلتساعدني في عد أماكن المسامير؟ بالتأكيد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. يبدو أنهم 9 مسامير. حسناً صغيري، سأعد كم واحداً في حقيبة أدواتي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. سأخذ مسماراً إضافياً تحسباً لخطئه في العد. إذن 9 + 1. نحتاج لعشرة مسامير. هذا سهل. حسناً ميمون، لقد انتهينا. شكراً جزيلاً أستاذ ثعلب، لقد ساعدتني كثيراً. هيا جربها. ومجدداً انطلق ميمون بدراجته الجميلة. من الذين نعتمد عليهم في حياتنا؟ من الذين نجدهم دوماً بجانبنا؟ مستعدين للتضحية ورسم البسمة على وجوهنا لجعل يومنا أفضل ولمشاركتنا أجمل لحظات المرح واللعب. بحث نور عن أخته روان في كل مكان، لكنه لم يستطع أن يجدها. مرحبا يا نور. ماذا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ قلت أنك ستعود للمنزل بالتأكيد. ما الذي أصاب جهازك؟ إنه لا يعمل، لكنه جديد. أعلم ذلك، لقد بحثت عنك في كل مكان. أخي، هل قلقت لأجلي؟ كفى، يجب علينا إصلاحه. وكيف لنا أن نفعل ذلك؟ مهلا، أنت الخبيرة هنا. ولكنني لا أعرف كيف أصلحه، أنت تعلم ذلك. عليك أن تحاولي أولا. فعلت ذلك قبل أن تأتي، ولم أصل لأي شيء، صدقني. أتفكرين فيما أفكر فيه؟ أظن ذلك، انتظرني هنا. Thank you.
مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب. روان أتلفت جهازها اللاسلكي. قلت لك لم أفعل ذلك. كفى عن الشجار، أعطني جهازك، ربما أستطيع إصلاحه. ها هو، لكنني لست السبب، صدقني. سأذهب إلى ورشتي لأرى ما مشكلته. شكراً أستاذ ثعلوب. عفواً. أتظن أنني السبب حقاً؟ بالتأكيد، ومن غيرك؟ ولكنني لم أفعل. لا، أظن أنك فعلتِ. شيء لا يصدق. الآن يعمل جيداً. ألم أقل لك؟ لكنه لم يكن كذلك، لقد جربته. أعلم، لكنه سليم الآن. أرأيت؟ أنت أتلفته وأصلحه الأستاذ سالو. لم يكن تالفاً يا نور، إنها البطاريات. آسف نورورو. لا عليك، لقد كنت خائفاً عليك. أعلم ذلك، لدي أخ رائع. ربما يختلف الإخوة أحياناً ويتشاجرون، لكنهم في النهاية يظلون عائلة. كان يوماً جميلاً مشرقاً، فالشمس ساطعة والطقس منعش، لذا رأى الأستاذ ثعلوب أن يخرج ليمارس بعض الرياضة. خنزوان، كيف حالك؟ لم أرك منذ مدة، افتقدتك كثيراً. شكراً أستاذ ثعلوب، اشتقت لرؤيتك أيضاً، أرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو حزيناً هكذا؟ أرجو أن يكون على ما يرام. لما أنت شاحب هكذا؟ هل كل شيء بخير؟ أخبرني. أستاذ ثعلوب، أنا حقاً بحاجة لمساعدتك في أمر ما. لا تقلق يا عزيزي، الأمر سهل ولا مشكلة بلا حل، اطمئن تماماً، فثعلوب هنا. أعلم ذلك أستاذ ثعلوب، أنا أثق بك دائماً. لنذهب إلى منزلي، سأقدم لك مشروباً ثم نجلس معاً وتحكي لي كل شيء عن مشكلتك. هيا. وافق السيد خنزوان وتوجه مع الأستاذ ثعلوب إلى المنزل. والآن اشرح لي الأمر. لقد حاولت زرع نبات ما في حديقتي مؤخراً، لكنه مات بعد فترة. هل تسقيه بالماء كل يوم؟ أجل، وبانتظام. حسناً، وماذا عن الضوء؟ هل تعرضه لأشعة الشمس؟ نعم، بالتأكيد، فأنا أزرعه في حديقتي. إذن سأذهب معك بنفسي لأرى ما هي المشكلة، انتظرني دقائق فقط. وفي الحال قام الأستاذ ثعلوب بتبديل ملابسه وأصبح مستعداً، ثم ركب كلاهما السيارة واتجها إلى منزل السيد خنزوان. أترى أستاذ ثعلوب؟ هذا هو النبات الذي أخبرتك عنه. صديقي الصغير، هذا النبات يسمى نبات اللبلاب، وهو نبات متسلق ذو طبيعة خاصة، يحتاج لشيء يتسلق عليه كي يطول وينمو. لبلاب؟ ظننت أنه مجرد نبات عادي. حسناً، يمكنك زراعته على سور الحديقة. قل لي، ألديك سلم؟ نعم، لدي واحداً، ها هو هناك. عظيم، تعال معي. ناولني المثقاب رجاءً. وبعد ثقب الثقوب ودق المسامير، علق الأستاذ ثعلوب نبات اللبلاب بطول سور الحديقة.
والآن عندما ينمو اللبلاب يمكنك تعليقه حول هذا السلك الممتد. لقد فهمت، أشكرك أستاذ ثعلوب. على الرحب، حافظ عليها. بعد إنقاذ النبات ومساعدة صديقه غادر الأستاذ ثعلوب سعيداً ومضى في طريقه. في يوم مشمس وجميل كانت الغابة تحتفل بتتويج ملكها الجديد الملك سبع. كان بالرغم من سنه الصغير لديه من الحكمة نهراً غزير. بعد انتهاء مراسم التتويج اتجه متحمساً إلى قصره البهيج. عظيم! إذن هذا هو عرشي، صحيح؟ هو بالفعل يا مولاي. حسناً، من الأفضل أن أجربه. بالطبع، تفضل يا مولاي. منير، إنه ليس مريحاً بالمرة. ولكن جلالتك، إنه مصنوع من أفضل الخامات. إنه لا يناسبني. شعر منير بالحزن الشديد، فهو لم يستطع إيجاد حل سديد. وعندها طرأت له فكرة. في هذا الوقت كان أستاذ ثعلوب في طريقه إلى المنزل بعد انتهائه من تمارينه الصباحية. وبعد حمام منعش بدل ملابسه وذهب لتناول فطوره. ثم أعقب الفطور بقراءة الجريدة الصباحية. مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، هل لك أنت؟ مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سبع. مولاي الملك سبع، كيف حالك؟ أنا أريدك أن تأتي حالاً. هناك مشكلة كبيرة، وأنا واثق أنك الوحيد الذي يستطيع حلها. سأأتي على الفور. وفي تلك اللحظة خرج أستاذ ثعلوب من منزله وانطلق بسيارته نحو قصر الملك عاكفاً على أن يحل مشكلته. أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي الملك، لقد وصل الأستاذ ثعلوب، هل لي أن أدخله؟ عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير يا مولاي، كيف لي أن أساعدك؟ مرحبا أستاذ ثعلوب، جيد أنك جئت سريعا. تحت أمرك دائما. حسنا، اليوم كان حفل تتويجي، ففكرت أن أتفقد العرش الجديد، ولكن للأسف لم يكن مريحا بالمرة. هل تتخيل؟ أنا ملك الغابة ولا أملك عرشا مريحا. ولكنني سمعت أنه مصنوعا من أمتن الصخور. ولكنه يؤلم ظهري. أوه، هذا سيء. حسنا، أنا قررت أن أصمم عرشي الخاص. فكرة رائعة، ولكني أحتاج مساعدتك لننجزه سريعاً. هذا شرف لي جلالتك. قام الأستاذ ثعلوب برسم تصميم للملك سبع، ولكن الملك بدأ عليه عدم الرضا. أعتقد أنني أعرف ما يناسبك. قام الأستاذ ثعلوب حينها بقياس الأبعاد المناسبة التي سيحتاجها للعرش الجديد. لم يبدو حينها أن الأمر سيكون سهلاً، ولكن الأستاذ ثعلوب لا يكل ولا يمل، وبالفعل انطلق بسيارته نحو سوق الغابة
لشراء بعض المستلزمات التي سيحتاجها. انتهيت، هل لك أن تجربه جلالتك؟ يا إلهي، هذا ما كنت أريده فعلا. سعيد أنه أعجبك مولاي. وهكذا أصبح للغابة ملك جديد. في يوم هادئ لطيف، استيقظ الأستاذ ثعلوب من نومه بنشاط وحيوية، فأخذ حماماً منعشاً واستعد لتناول فطوره الصحي المغذي من الفواكه والخضروات مع البيض وكوب اللبن بالشوفان وبعض الجبن الطازج والخبز، إلا أنه لاحظ أن الخبز قد نفذ من عنده وأنه بحاجة للذهاب لشراء بعض الخبز. علي أن أذهب سريعاً لأشتري بعض الخبز من مخبز الآنسة نغم العصفورة حتى يكتمل فطوري اللذيذ. آه، كم أنا جائع! حمداً لله أن مخبز الآنسة نغم ليس بعيداً، لن أحتاج إلى السيارة. قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى المخبز سيراً على الأقدام، فهو يعشق السير في الغابة وتأمل مناظرها الخلابة. وفي طريقه، أستاذ ثعلوب! أهلاً سلطان! أخبرني، هل تنام جيداً؟ لم أنم نوماً عميقاً كذلك من قبل. شكراً لك أستاذ ثعلوب. على الرحب صديقي، إلى اللقاء. وأخيراً وصل الأستاذ ثعلوب إلى مخبز الآنسة نغم، ففوجئ بطابور طويل أمام المخبز، أوله عند الآنسة نغم في نافذة المخبز حيث تسلم طلبات الخبز، وآخره عند الأستاذ ثعلوب الذي وقف ملتزماً دوره لأنه يؤمن أن النظام هو قوام النجاح. آه، يا لهذا الطابور الطويل! ظل الأستاذ ثعلوب يتقدم رويداً رويداً مع تحرك الطابور حتى وصل إلى مقدمته حيث الآنسة نغم التي كانت قد أنهكت تماماً، وكان الأستاذ ثعلوب هو الزبون الأخير. أهلاً أستاذ ثعلوب، تفضل. أهلاً آنسة نغم، تبدين متعبةً كثيراً. أجل أستاذ ثعلوب، الأمر أصبح صعباً ومضنياً. لماذا؟ ازداد عدد زبائني مؤخراً بعدما قمت بإجراء توسعة في المخبز وتحسينات في منتج الخبز. شيء عظيم! أعلم أنه شيء جميل ومفرح، لكن على الجانب الآخر فمعدل إنتاج الخبز لدي بطيء ولم يعد يناسب عدد الزبائن. ولماذا معدل الإنتاج بطيء؟ كما تعرف أستاذ ثعلوب، فإن طحن الحبوب يحتاج وقتاً وجهداً وقد يمتد لساعات طويلة، مما يؤثر على معدل الإنتاج في النهاية. كيف سأحل لها هذه المشكلة؟ حسناً آنسة نغم، اسمحي لي أن أذهب لأتناول فطوري الذي ينتظرني منذ ساعتين، وفي المساء أرجو أن تمري بمنزلي لأعطيك حلاً لمشكلة مخبزك الجميل. حقاً أستاذ ثعلوب، أنا متحمسة لذلك جداً، إذاً سأنهي عملي وأمر بك على الفور. إلى اللقاء مساءً آنسة نغم. إلى اللقاء أستاذ ثعلوب. ذهب الأستاذ ثعلوب إلى منزله وتناول فطوره أخيراً. الآنسة نغم تصنع أجود أنواع الخبز، علي حل مشكلتها حتى لا نحرم من ذلك الخبز الشهي. عمد الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الفنية، وهناك عكف على البحث والقراءة لحل مشكلة الآنسة نغم. إلى أن توصل إلى فكرة اختراع رائع.
أعيش مخبزي العزيز. إنها بالتأكيد الآنسة نغم. مرحبا آنسة نغم، تفضلي. مرحبا، هل استطعت أن تجد حلا لمشكلة أستاذ ثعلوب؟ لما لا تجربي هذا الاختراع؟ اختراع جديد من أجلي؟ بالطبع، صنعته خصيصا لك. هذا رائع. إنها آلة ثعلوب السريعة لطحن الحبوب. عظيم، وكيف ستساعدني؟ هذه الآلة من شأنها تسريع طحن حبوب القمح التي يصنع منها الخبز، وبذلك يقل الوقت الكلي للخبز، مما سيفي بطلبات الزبائن ويريحك آنسة نغم في عملك. حقا أنا ممتنة لك كثيرا، لا أجد كلمات تعبر عن شكري لك. لا شكر على واجب آنستي. أنت حقا شخص طيب وكريم أستاذ ثعلوب. أريدك أن تشغلي الآلة الجديدة ابتداء من الغد، وسأتصل بك لأطمئن على النتائج. حسنا أستاذ ثعلوب، سأفعل. يجب أن أذهب الآن، أشكرك مجددا. إلى اللقاء يا آنسة نغم، ليلة سعيدة. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب الآنسة نغم، ثم جلس على أريكته الوثيرة ينظر إلى الغابة من خلال النافذة بجواره ويتأملها، وهو يقول في نفسه في سعادة: ما أجمل مساعدة الأصدقاء. ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره، خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادماً نحوه. نديم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك. بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضاً، وأرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو مهموماً هكذا؟ أرجو أن لا يكون قد أصيب بسوء. لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك. لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصل إليه قريبا. أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق. لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلا لها. هيا بنا. صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم. كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيرا، شكرا لك. أستاذ ثعلوب، أعتذر مجدداً لمجيئي المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار. لا عليك صديقي، أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كبرت تجارتي مؤخراً، وأصبح لدي العديد من الزبائن. نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك. صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت وذاع صيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي، وهو بدوره أخبر كل الصيادين فهرعوا لعمل قوارب مثله. هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك. لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعه هو وجميع أصدقائه، فهو يخطط للذهاب إلى رحلة صيد، قال أنها ستكون مميزة. نعم، لقد سمعت بذلك الأمر، لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل، ولا أعرف أيضاً أي أخشاب أحتاج لصنعها. أنا في حيرة من أمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب، ولكنني ترددت في ذلك، أرجوك ساعدني. يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي. هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا. هلا أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل. سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيراً أستاذ ثعلوب.
بعدما خرج السيد نديم، بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن. وبعد مرور عدة ساعات، وصل إلى الحل. نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً. أجل، هذه هي. وبعدما عاد لمنزله، اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته. لم تمض إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب. سيد نديم، لقد أتى سريعاً. أخبرني أستاذ ثعلوب. حسناً، تفضل. لقد توصلت لحل مشكلتك. لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب. لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً. لا تقل هذا. انظر هنا، هذه مخططات من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن. بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتمعن، ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال: إنها أبسط مما تخيلت. شكرا لك أستاذ ثعلوب. ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها. وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت ملياً في الأمر، ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساق في بناء السفن، لأنه يتميز بقوته وصلابته، وأيضاً يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن. لكن أستاذ ثعلوب، أعلم أنك لا تعرفه، لا يعرفه الكثيرون. هيا نذهب معاً لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة. في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة. صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته، وانطلقا في طريقهما. ها هي الشجرة. عندي الكثير من هذه الأخشاب، لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن. وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي. أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة. لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً. هذا واجبي يا عزيزي. الآن بعدما عرفت ماذا أفعل، سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماحي في أسرع وقت. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم، وانطلق عائداً تبدو عليه علامات الراحة والهدوء، لأنه قدم معروفاً وساعد صديقاً. لطالما شعر التنين جامح بالفخر بموهبته في التصوير، وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله. ولم يمض وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سبع. لقد انتهيت، الآن إرسال. يا لها من صورة! الآن عرفت من سيكون مصورنا. وفي الحال أرسل السيد منير رسالة إلى جامح. أخيرا رشحني أحدهم، لن أخذله أبدا، أعد بذلك. أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر، التقط صورا جميلة وشعر بسعادة غامرة.
كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل. إنه اليوم أخيراً، يجب علي أن أتمرن. ها؟ يا إلهي، ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا، إذ ضغط على زر غير من خواصها، فصارت الصور بيضاء اللون. حاول جامح أن يعيدها كما كانت، فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات، لكن دون جدوى. ماذا علي أن أفعل؟ آه، ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب. بعد القليل من التفكير، لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ ثعلوب، فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال. مبكراً هكذا. جامح، هذا أنت. ساعدني أستاذ ثعلوب، الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء، ما العمل؟ اهدأ عزيزي، اهدأ، تفضل بالدخول. دخل جامح والأستاذ ثعلوب، وبعدما جلس شرح مشكلته في هدوء. كما تعلم، فاليوم حفل ميلاد الملك. نعم، وعلمت أنك ستكون المصورة الرسمية للحفل. تهانينا. لا أستاذ ثعلوب، أخشى أنني لن أستطيع المشاركة. ماذا؟ لما؟ الكاميرا تعطلت. تعطلت؟ نعم، قمت اليوم باكراً لتجربتها قبل الذهاب، لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء. هل فحصت العدسة؟ نعم، وأعدت مسحها كي أتأكد، لكن بلا جدوى. والمرشح؟ كل شيء. إذن ليست العدسة ولا المرشح. دعني ألقي نظرة. أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات. من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها. سأذهب إلى السجن، أليس كذلك؟ لا، لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي. سأكون أضحوكة الجميع. هل أنت متأكد من ذلك؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه. يا إلهي، إنها تعمل. ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زدت خاصية الجاما بدون قصدك. أوه، لقد نسيت فحص ذلك. شكراً أستاذ ثعلوب. سأذهب الآن، أراك في الحفل. سيكون ذلك رائع. عندئذ غادر التنين جامح عائدا إلى بيته في سعادة وسرور. في صباح يوم مشرق جميل، انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التضارب جيدا. بالتأكيد،
سأبدأ بمجرد وصولها. مائن وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقاً على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكراً سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته. ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة. الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. تفضل جربها. حسناً. أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد.